نبقى في منطقة الخليج، وعقب نشر وكالة الأنباء السعودية بيانا مشتركا حول تشكيل تحالف إسلامي عسكري مؤلف من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، أعربت دول عن دهشتها من ضمها إليه دون استشارتها، وأعلنت أكبر دول الإسلامية في العالم رفضها الانضمام إليها. تفاصيل مع صباح محمد. أخذ الإعلان المفاجئ الذي فجره ولي العهد السعودي عن تشكيل تحالف إسلامي بقيادة الرياض لمحاربة الإرهاب جدلا واسعا من قبل العديد من الدول والقوى. التحالف الذي يشوبه الكثير من الغموض، خصوصا وأنه قد أعلن عنه دون أي سابق إنذار أو اجتماع، فأندونيسيا أعلنت عدم انضمامها إليه رسميا. الكثير يعرف أن النوايا السعودية في المنطقة في الواقع هي لتحقيق أهدافها الخاصة، وثم حتى العائلة المالكة محمد بن سلمان وهو الشاب صغير السن في الثلاثينات من عمره رقي إلى ولي عهد ويريد أن يصبح بسرعة الملك ويحشد في التعبئة، يخوض حروب، يشكل أحلاف حتى يستطيع أن يهيمن من داخل العائلة، لأنه ثم طيار قوي يرفض صعوده هو ومحمد بن نايف، طيار يقوده عمه أحمد بن عبد العزيز. إذن ثم جدلية الداخل والخارج. طبعا أغلب الدول أو كل الدول تقريبا واعية أن هذا الحلف هو إعلامي، فرقة إعلامية لا أكثر ولا أقل. المفارقة تكمن أيضا في أن بعض هذه الدول لم يؤخذ برأيها وضمت إلى التحالف دون علمها، كلبنان الذي فوجئ بانضمامه. لبنان لم يعلم بذلك، حشر، والدول الأخرى أيضا هي نوع من المجاملة الدبلوماسية وفاهمة اللعبة، فتقبل بوضع أسمها مع السعودية مقابل مساعدات أو مصالح مالية لا أكثر ولا أقل. مفاجأة السعودية العسكرية لم تعبر عن مساعدتها لفلسطين التي تعيش منذ عقود تحت وطأة إرهاب الكيان الصهيوني، فهل سيكون تحالفا ناجعا أم أنه مناورة سياسية إعلامية لمساندتها في الصراع مع إيران؟